اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وحلقه مختلفه مع واحد من نجوم واساطير كره اليد المصريه. لما بنتكلم عن جيل عظيم في الفتره الحاليه ولما نبص على الايقونه بتاعه الجيل ده لازم تبقى الايقونه بتاعه الجيل ده اكيد احمد الاحمر. احمد الاحمر اسم كبير جدا جدا في كره اليد وتألق كبير مع نادي الزمالك وتألق لافت للنظر وممتع ومبدع الحقيقة مع منتخبنا الوطني. ما كانش ينفع في أول الخط ما يكونش معنا أحمد الأحمر. أكابتن أحمد كل سنة وانت طيب ورمضان كريم ويا أخي بشوفك ببسط والله العظيم بس كده من الإيه من وجودك حبيبي يا إيمو. تسلم ربنا يخليك وانت طيب يا حبيبي والله أكرم وأنا اللي بتبسط ومتشكر على الكلام الجميل ده. حقك كنت عارف وكل الناس حياة مجمعة على ده انت خلقا وأداء راجل وحاجة محترمة جدا. خلينا ابتدي معاك من أول الخط وأول خطوة خطتها في مشوار اليد. يمكن أول خطوة خطتها بالنسبة لي في مشوار اليد طبعا الفترة اللي أنا ابتديت فيها وأنا صغير، لكن خلينا نتكلم إن أول خطوة بجد كانت تأثرت معايا هو دخولي منتخب الأول وأنا عندي 18 سنة. أول مرة دخلت فيها نادي الزمالك فاكرها؟ يا نادي صعبة دي، يعني وأنا دخلت الزمالك أنا من هتلاقيني من وأنا بيبي يعني وأنا صغير بالظبط بس من وانا من 5 سنين بالظبط 4 5 سنين فاكر ابتديت اول مكافاه اخذتها وانت في نادي الزمالك تفتكرها ولا برضو ما تفتكرها؟ افتكرها. كان عندي 15 او 16 سنه على ما اظن وكان كسبنا بطوله الجمهوريه وكان حوالي 70 جنيه على ما اظن. 70 جنيه عملت ايه بال 70 جنيه نجم؟ لا مش فاكر يعني مش فاكر. لا دي صعبه دي اول بطوله جبتها مع نادي الزمالك. اول بطوله مع نادي الزمالك في الدرجه الاولى كانت كنت مصعد معاهم في 2004 وكنت لسه يعني انا لعبت مع المنتخب الاول قبل ما العب مع الزمالك، لكن اول بطوله ليا مع نادي الزمالك كانت بطوله الكاس كاس مصر في 2004. واول بطوله تجيبها بقى مع نادي الزمالك اول بطوله تلعبها واول بطوله تجيبها؟ ما هي اول بطوله لعبتها هي اول بطوله اخذناها هي كاس مصر والله 2004. اول بطوله رسمي اول بطوله لعبت معاهم من 2002 بطولات بره مصر يعني في سوريا وفي الاردن لعبت بطولات وديه بره مصر، لكن اول بطوله رسمي كان في 2004. ايه اكتر حاجه مخليه احمد الاحمر متمسك بفكره بقائه في نادي الزمالك على طول الخط يخرج ويرجع بس برضه هو في الزمالك؟ لا بيتي وجمهوري وجمهور بصراحه حاجه عظيمه يعني انت مش متخيل هم يعني حاطيننا فين وحاطين انا بالذات في مكان عامله ازاي، فده بالنسبه لي حاجه مش طبيعيه. لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا مع كابتن احمد الاحمر، نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل ولسه مكملين حوارنا مع نجم كرة اليد أسطورة اليد كابتن أحمد الأحمر. وخلينا أتكلم معاك بقى عن منتخب مصر وتحديدا بطولة كاس العالم الأخيرة اللي منتخب مصر قدم فيها أداء رائع جدا جدا. قول لي الأول استعداداتك إيه اللي كانت للبطولة دي، خاصة أنه الناس كلها كانت عارفة أنه كان في إصابة وفي مشكلة كبيرة بالنسبة لك؟ لا هو الإصابات ابتدت معايا من حوالي 10 سنين من عندي 27 سنة، لكن أوكي خلاص يعني أنا بعرف أكون يعني بعرف اظبط دوت وبحاول اكنترول كل الكلام دوت ففي اوقات بتبقى اب اند داون لكن يعني بتعامل يعني. لكن قبل بطوله العالم طبعا كلنا كان عندنا هدف كبير جدا ويمكن موضوع كوفيد كمان خلى ولا موضوع عدم لعبك في الاول ده كان تكنيك كان حاجه معينه؟ لا بصراحه كنت متفقين ان يعني بلاش احمد يبقى في الاول ونزقه تبقى الورقه الرابحه شكلك كده ايه حسيتك في حاجه مش عايز تقولها؟ بص انا بقول لك 10 سنين لان ظهري في مشاكل من 10 سنين، لكن هو بيجي اوقات الدنيا بتعلى وفي اوقات الدنيا بتاع. انا اخدت حقنه قبل البطوله باربع ايام في ظهري فكان لازم اريح فيها 4 5 ايام، عشان كده هم فضلوا ان انا ما العبش الماتش الاولاني. مش ما فيش حاجه تستخبى؟ لا لا, لا 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 خالص، بالعكس احنا كلنا كان نفسنا طبعا ندخل البطوله ومن الاول، وخاصه ان ماتشات يعني ماتشات تدريجيه فده كان هيسمح لنا كلنا ان احنا نلعب على الماتشات، عشان ما عرفناش نلعب ماتشات وديه عشان الظروف اللي احنا فيها. كنت متخيل ان منتخب مصر يعمل اللي عمله ده ووقف الدنمارك بالشكل ده خالص بصراحه يعني انا كنا مجتهدين جدا وكنا من ساعه المعسكرات اللي كانت في الاول من شهر 6 ومن شهر يعني قبل البطوله ب 6 شهور وب 7 شهور كنا في الغردقه وكنا بنسافر في كل حته
وما بنقعدش في بيتنا خالص وبنرجع يوم يومين مثلا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع. لان ذلك لا كلنا كنا مركزين وكنا عايزين نعمل حاجه وما كناش عارفين احنا فين, لان انت ما بتلعبش ماتشات وديه وما انتش عارف تصنيفك فين والدنيا عامله ايه. لكن فعلا عملنا حاجه كويسه, يعني الناس كلها كانت مبسوطه يعني الحمد لله. بين السويد والدنمارك وبيلاروسيا والاتحاد الروسي والماتشات اللي احنا لعبناها كلها, ايه اصعب ماتش او اكتر ماتش انت بتحبه بقى يعني؟ لا هو اكتر ماتشين حبيتهم ان هو الماتشين اللي في اول الدور الثاني طبعا, ماتش الاتحاد الروسي وماتش بيلاروسيا. شويه الفرقه كانت متخوفه من الماتشين دول, خاصه بعد ما لعبنا في الدور الاول مش احسن حاجه, طبيعي بتدرج المستوى. ففي الوقت دوت لا لعبت ماتشين كويسين, في ماتش فيهم خد زمان نفس الماتش, والماتش الثاني حتى بروندو بعد الماتش قال لي انت احسن لعيب في الماتش دوت وقعد اتكلم معايا. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه طبعا ان انا اكون يعني مدي لصحابي دفعه وقدرنا ندخل دور تاني مميز. ان احنا الدور التاني كنا متخوفين منه لان نتائج الدور الاولاني بتاعت الفرق دي مع بعضيها كلها قريبه من بعض, يعني روسيا كسبت سلوفينيا وسلوفينيا مش عارف كسبت كلهم شبه بعض. فكانت الدخله كانت مهمه وكانت ماتشات مهمه بالنسبه لي. حرقت كام تيشرت في البطوله ديت؟ كام تيشرت اتغير عليك في البطوله دي؟ شكرا الله. بس التيشيرتات هو ماتش سلوفينيا بصراحه الموضوع كان اوفر قوي. الراجل الكبير ده لا هو ما شاء الله ثلاجه. واخد بالك الناس كانت مستغربه انه ممكن يبقى فيه الاحجام دي في اليد. لا هو غريب زي الراجل بتاع الكونغو برضه, غريب جدا. بالظبط بالظبط. لا في ما شاء الله. في هي لعبتنا عامه بتعتمد على القوه البدنيه وجسمك يكون كبير والكلام ده كله, ده مش سهل في الهاندبول. احنا مختلفين يعني, احنا في مصر وانا بقى كمان مختلف يعني. انا طولي عادي جدا بالنسبه لاصحابي, لكن هي اللعبه لازم تكون انت طويل عندك قوه بدنيه, كل دوت المفروض يبقى موجود في كره اليد يعني. احمد كل سنه وانت طيب ورمضان كريم, ومبسوطين جدا جدا بيك, ورب دايما تكمل كده متالق ومحترم والناس كلها بتحبك, اهلاويه وزملكاويه. انت محسوب زي ما انت محسوب انك زملكاوي في الماتشات بتاعه الزمالك, انت محسوب في النهايه مصري عظيم يعني. حبيبي ايما الف شكر ليك, وانت البني ادم محبوب وكل الناس في مصر بتحبك, وشرف ليا ان اكون موجود معاك. ربنا يخليك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده الخاصه والاستثنائيه مع نجم مصر في كره اليد كابتن احمد الاحمر. بشكركم شكرا جزيلا, نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده من اول الخط. سلام.